في الواقع إن كل شيء يجري عليه التغير ويجري عليه التآكل يبقى ممكن نعرف عمره إذا قدرنا نضبط ونكتشف ونقيس هذا التآكل. ودي هي الفكرة اللي اتبنت عليها كل الساعات اللي اتكلمنا عنها. يعني مثلا في ساق صنوبرة حصل تغيرات في النمو وازدياد متواصل كل سنة بتبني طبقة. بناء على هذه التغيرات إذا قدرنا نشوفها ونقراها بنعرف على طول العمر. العكس بيحصل لما بناخد عينة من جثة ونكتشف إن فيه كربون 14 تآكل وتحلل وفضل منه كذا. برضه مسألة جرى عليها التغير أو جرى عليها التآكل وقدرنا نقيس مدى التآكل بنعرف مدى العمر. نفس الحكاية برضه في الساعة الذرية العجيبة اللي هي ساعة البوتاسيوم اللي حكينا عنه. بناخد عينة من الصخر ونكتشف إن كمية البوتاسيوم تآكلت وتحللت، بدل ما تبقى كذا بقت كذا. من معدلات التآكل أو التحلل بنقدر نعرف إن الصخر ده عمره 1,000,000,000 سنة. جميع الساعات مبنية على تغيرات، ابتداء من الساعة الشمسية، لأن الساعة الشمسية هي مجرد انحراف الظل مبني على حركة الشمس، فتغيرات مواضع الظل بنعرف منه على طول الزمن. وكذلك الساعة الرملية والساعة المائية، تغيرات كمية المية اللي بتنزل كل شوية أو كمية الرمل اللي بينزل كل شوية. والساعات ذوات الزنبرك برضو مبنية على التغيرات المستمرة في وضع الزنبرك، وإنه يفضل يفك 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 لغاية ما يخلص وترجع تملاه تاني فيقعد يفك يفك. برضو تغيرات بتحصل، إذا عرفنا نقيس معدل التغيرات نعرف الزمن. طيب إذا كان في شيء لا يتغير، شيء لا يتغير، ما فيش إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي لا ينام ولا يتغير، يغير ولا يتغير. وعشان كده بنقول إن الله لا يجري عليه طارئ الزمان، ما يجريش عليه طارئ الزمان. الله غير متزمن ولا يخضع للزمان، لأنه هو اللي خلق الزمان. الزمان أحد مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وعشان كده ما يصحش نقول إن ربنا سبحانه وتعالى له ماضي وحاضر ومستقبل زي ما بنقول عن نفسنا، لأن كل ما يحدث بالنسبة لله هو تحصيل حاصل. الله لا يستجد عليه شيء، الله لا ينتظر شيء، لأن المستقبل بالنسبة لله حصل وانتهى في علمه ودون في أم الكتاب. الله حضور مستمر، لا يعني الزمن بالنسبة لله أي شيء، يعني بالنسبة لنا، لأن احنا في حالة تغيرات، وعالمنا هو عالم التغير وعالم الانحلال وعالم التآكل، وعشان كده عالمنا عالم الزمان. إنما عالم الله سبحانه وتعالى الله فوق الزمان، وعشان كده بقى عليه متعال ولا يخضع للزمان ولا يجري عليه طارئ الزمان. وعشان كده بنقول إن الله لا ينتظر شيء، المستقبل بالنسبة له حدث، المستقبل بالنسبة له ماضي. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لما يحكي عن يوم القيامة يحكي عنه بالفعل الماضي، يقول لك ونفخ في الصور. نفخ احنا نفهم انه هينفخ، لانه لسه القيامة ما جاتش، احنا نقول كده، لكن ربنا سبحانه وتعالى اذا تكلم فبيتكلم بعلمه، وفي علمه الحاجات حصلت خلاص، المستقبل بالنسبة لله حصل، ودون في ام الكتاب، حدث في علمه. فهو يقول سبحانه وتعالى نفخ، ده فعل ماضي، نفخ في الصور فجمعناهم جمعا، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، وانشقت السماء، فعل ماضي. احنا بالنسبة لنا لسه ما انشقش، ده حتى انشق، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى يقول وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وقال وبرزت الجحيم للغاوين، وقال وجاء ربك والملك صفا صفا. قال وجاء فعل ماضي، ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن المستقبل بالفعل الماضي، لأن بالنسبة لله سبحانه وتعالى مفيش ماضي وحاضر ومستقبل،
كل شيء حصل وانتهى، وكل شيء موجود في علمه، وكل شيء مدون في أم الكتاب. كل ما عدا الله متزمن بالزمان، خاضع للزمان، يجري عليه طارئ الزمان، لكن مع تفاوت. ازاي؟ يعني مثلا نقرا عن مجموعه من الملائكه، الملائكه العالين، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اليوم ب50,000 سنة بالنسبه لمين؟ بالنسبه للملائكه والروح، يبقى دول لهم تقويم زمني مختلف. أدول عاش يوم ب50,000 سنة. الملائكة والروح دي فصيلة من الموجودات. بالنسبة لمجموعة تانية من الموجودات، القرآن بيتكلم عن ملائكة التدبير مثلا، يقول لك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. مين اللي يعرج؟ اللي هو ملك التدبير. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. ده نوع درجة تانية من المخلوقات، اللي هو ملك التدبير يومه ب1,000 سنة. وبعدين ربنا يقول لنا حاجة، إن الإنسان لما يموت ويبعث يخرج من تقويم زمني إلى تقويم زمني مختلف. فيوم البعث يتهيأ له إن السنوات اللي مضت، ألوف السنين اللي مضت في القبر والسنين اللي عاشها، كل ده ساعة، كأنه ساعة، لأنه خرج لتقويم زمني مختلف. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار، ده يوم البعث. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة. يا كل اللبس في القبور والعمر اللي عاشوه كل ده متهيأ لهم، ده بيحلفوا ما لبسوا غير ساعة، لأنهم خرجوا من تقويم زمني لتقويم زمني مختلف خالص. ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. شوف قد إيه بتتكرر الآيات عشان تأكد وتلفت النظر للمسألة الغريبة دي. ويوم يحشرهم، ده يوم القيامة، كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. ساعتها الناس هيتهيأ لها إن ما عاشي كل العمر ده كان ساعة، تعارفوا بينهم ساعة، الله، هيتهيأ لهم، لأنهم خرجوا من تقويم زمني إلى تقويم زمني مختلف. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث. العلماء منهم بيقولوا لا، ده مش ساعة، ده أنتوا لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث، وده يوم البعث اللي احنا فيه. أكن فيه بقى تقويمات زمنية مختلفة. لغز كبير في الواقع. أينشتاين يعني سهل لنا فهم القضية دي، أو قربها شوية إلى أذهاننا. أينشتاين في نظرية النسبية اكتشف إن كل نظام حركي له تقويم زمني مختلف. إزاي؟ يعني مثلا إحنا هنا في المجموعة الشمسية وإحنا عايشين في الأرض لنا تقويم زمني اللي إحنا بنعيش بيه. إنما في الشعرة اليمانية اللي يروح هناك هيكتشف إن فيه تقويم زمني تاني خالص. اليوم فيه ب1,000 سنة ولا ب200 سنة ولا ب10 سنين، المهم هيلاقي تقويم زمني مختلف، لأن كل نظام حركي له تقويم زمني خاص بيه. دي هتفهمنا ليه مثلا الملائكة والروح اليوم عندهم ب50,000 سنة في العروج الغريب ده، لأن دي منظومة حركية مختلفة خالص. ده نظام حركة، مخلوقات من نوع تاني خالص غيرنا. احنا يمكن لما نروح لشبرا مثلا بنعتبر نفسنا مشينا مشوار، إنما دي مخلوقات بتعرج إلى السماوات العلى، شوف السرعة شكلها إيه. فإذا منظومة من الحركة مختلفة خالص، وبالتالي هيبقى لها تقويم زمني مختلف. أينشتاين سهل علينا فهم القضية دي، إزاي إن ممكن بالنسبة لنوع من المخلوقات يبقى اليوم عندها ب50,000 سنة عندنا. وبنفس الحكاية برضو عن الملك اللي بيعرج، ملك التدبير، اللي هو يومه 1,000 سنة.
وبعدين نفس الحكاية برضو، إن إحنا وإحنا عايشين دلوقتي لنا تقويم، وبعدين بعد الموت وبعدين بعد البعث لما نصحى يتهيأ لنا إن ما عشناش لسنة. ليه؟ لأن تقويم الزمن في العالم الثاني الأخيرة اللي هنبعث فيها دي هيبقى تقويم مختلف خالص. في هذا التقويم كل الألوف اللي السنين اللي عدت دي بساعة من هناك، لأن دي نظام حركي تاني، ده احنا هنروح لأفلاك تانية بقى خلاص، ده عالم نظامه مجهول خالص، نظام تاني بالمرة. أيضا في الواقع ربنا سهل علينا الحكاية دي عن طريق التذوق. يعني احنا الإنسان بحكم تنوع خبراته بيقدر يعيش أنواع مختلفة من الحياة. يعني مثلا الإنسان لما بيعيش زمن الشهوات، ده زمن اللحظة والساعة والنزوة، ده زمن متفلت هارب يورث الحسرة، الحياة فيه مطاردة مستمرة وكدح في لا شيء وحرث في البحر. اللي عاش زمن الشهوات يعرف الحاجات دي كلها، إنه زمن لحظة بلحظة وساعة بساعة متفلت وهارب ومطاردة مستمرة وحراسة في البحر، واللذة فيه تفلت، هدوبك تمسكها هدوبك تفلت. ده اسمه زمن الشهوات. لما الواحد فينا بيعيش زمن العقل والتأمل بيحس بإحساس مختلف، يحس بسكينة وطمأنينة جواه، وتمر عليه الساعات والأيام وكأنها لحظات. ده نوع تاني من الحياة. وأهل الله العارفين والخاشعين وأهل الصلاة بيعيشوا نوع تاني من الزمن، بيعيشوا زمن الروح، وذلك بالخروج من هموم الدنيا والخروج من قلق اليوم والأمس، والحياة في تصرمد وخشوع مع الله. ده نوع تاني بقى من الحياة، مش بس هيخرج من الشهوة لا، وهيخرج كمان من العقل وتأملاته، هيبتدي يطلع لفوق لنوع من الحياة يخلع فيها كل هموم الدنيا وكل شواغل اللحظات، ويخرج من قلق اليوم والأمس، ويعيش في حالة تسرمد وديمومة وخشوع مع الله. اللي عاش اللحظة دي يقول لك اللحظة دي بعمر. طبعا مش كل واحد يقدر يعيش الزمن اللي حكيناه في الآخر ده، لأن ده يحتاج أن يكون من أهل الصلاة والعابدين وأهل الخشوع وأهل التجرد، ويقدر يخلع عنه مش بس الشهوة، ده كمان هيخلع العقل وقلقه وتأملاته، ده هيخلع كمان الدنيا، ده هيخلع هموم اللحظة وشواغل المصلحة، وبعدين هيخرج ويبتدي يعيش في ديمومة وخشوع مع الله. دي لدرجة من الحياة مش كل واحد هيقدر يدوقها، لكن اللي داقوا الحاجات دي يقول لك اللحظة منها بعمر كامل. فأكن دي نماذج ربنا سبحانه وتعالى عن طريقها بيدينا مثال. حياة الشهوات هي حياة الحيوان، حياة العقل هي حياة البشر العادي، حياة الروح هي حياة الملائكة. فدي ثلاث نماذج من ثلاث حيوات بيورونا ان فعلا كل واحدة ممكن يبقى لها تقويم زمني مختلف، ولو اننا عايشين على الارض لكن بقى في شميم كده، شمينا ريحة كل تقويم زمني شكله ايه، خدنا مثال خدنا فكرة. ده الانسان بيعرف بالتذوق ياخد فكرة عن اختلاف تقاويم الازمان، وبالطريقة دي ممكن يحس بالعمق القرآني لما القرآن يتكلم عن تقويمات زمنية مختلفة وعن يوم بألف سنة ويوم بخمسين ألف سنة. لكن مش معنى كده ان احنا عرفنا ده، بس خدنا فكرة، تذوقنا طرف من الموضوع، لان الزمن لغز كبير قوي. الزمن يظل برغم ذلك اعمق مسائل الفلسفة والدين. الفلاسفة لما اتكلموا عن الزمن قالوا لك ان احنا نعتقد بوجود زمنين مختلفين، الزمن الموضوعي اللي هو زمن الساعة، الزمن اللي بنعيش فيه كلنا، الزمن الخارجي اللي مبني عليه حركات الافلاك والكواكب وحركتنا احنا في الخارج، ده اسمه الزمن الخارجي، بيسموه الزمن الموضوعي.
وبعدين قالوا لا ده في زمن تاني اسمه الزمن الداخلي، الزمن الوجودي. الواحد فينا ممكن يغمض وينام ويحلم، يحلم في الحلم انه ايه اتولد، وانه هو طفل، وانه هو رجله اتكسرت، وانه دخل مستشفى، وبعدين مش عارف ركب رجل ايه، وبعدين دخل مدرسة ابتدائي ونجح وسقط، ودخل ثانوي، وبعدين حب، وبعدين جامعة، وبعدين اتجوز، وبعدين حوادث الحلم نفسها سنين. لكن الحلم كله حصل موضوعيا بزمن الساعة بتاعتنا دي، الحلم كله خد 4 ثواني. بزمن الساعة الحلم خد 4 ثواني، لكن بزمن النايم اللي بيحلم فعلا حس بطول السنين، حس بالامتداد الزمني بتاع سنين. يبقى إذن في زمنين، في زمن الساعة الخارجي والزمن الداخلي الوجودي اللي بيعيشه الواحد فينا جواه وقاعد بيمتحن، والراجل المراقب بيقول له بقى من الوقت 10 دقائق. ياه، ده بيتهيأ له ان الدقائق دي لحظة. فده غير اينشتاين لما حكى لنا حتى ان الزمن الموضوعي يختلف، وكل منظومة حركية لها زمن موضوعي خاص بيها. فاذا المسألة ده لغز كبير خالص، لغز ده احنا بس بنحاول في الحلقة دي نلمس طرف منه، نتذوق حاجة، ناخد فكرة. انما انك تقول لي هو ايه الزمن، مفيش حد لغاية دلوقتي يعرف هو ايه الزمن. الزمن اكبر لغز في الفلسفة واكبر لغز في الدين، واللي نعرفه منه لغاية دلوقتي اشارات. احنا يدوبك طفل بيحبو وعاوز يعرف زمن الارض وعصور الارض وزمن اليوم وفطر الساعة كذا وحينام الساعة كذا. انما برة الارض في الفلك الاعظم وبرة الفلك في عالم الملكوت ألغاز وأسرار عظمى، كل ما علمنا عن هذه الأسرار إشارات إشارات، لكن السر كبير كبير ولا ينتهي التفكير فيه أبدا. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.